خوي اللي جراح قلبي بعاده، خبريه اني حشام اقطع صاله، لو جروح الوقت دايم في زياده، قولي لك صاحبني يا طول باله، ما تهنى لو دقيقه في رشاده، سهر بالليل محتار بسؤاله، وضع الكف تحت خده وساده، حالتي بعد ترى ما هي بحاله، في غيابه غايبه عني سعاده، وانا لقي ما يفارق لي خياله، كل دقيقه حتى صار اليوم عاده. يا سحايب وصلي عني رساله لخوي اللي جراح قلبي بعاده، خبريه اني حشام اقطع وصاله، لو جروح الوقت دايم في زياده، قولي لك صاحبني يا طول باله، ما تهنى لو دقيقه في رشاده، سهر بالليل محتار بسؤاله، وضع الكف تحت خده وساده، حالتي بعد ترى ما هي بحاله، في غيابه غايبه عني السعاده، وانا لقي ما يفارق لي خياله، كل دقيقه حتى